أنت لست في مشهد من فيلم تايتانيك. هذه سفن تقف شاهدة على نهاية عسيبة كانت تمخر عباب البحر فأصبحت نسياً على شاطئه، والتقاؤها هنا لتشهد النهاية نفسها بقي لغزاً حير الكثيرين. نحن في شط رمال من محافظة بنزرت، تحديداً في الجزء الذي يسمى بمقبرة السفن. اليوم سنكتشف أسرار هذه التسمية، وهل أن بالفعل شط رمال هو مقبرة للسفن؟ بدأت الحكاية سنة 1983 من القرن الماضي بانحراف سفينة يونانية ضخمة لنقل البضائع إلى شط رمال لسوء الأحوال الجوية، وبإنزال المرساة انشطرت السفينة إلى نصفين. بالقرب منها يمكن رؤية حطام سفينة كبيرة الحجم أيضاً، اختفت أجزاء من حطامها في ظروف غامضة. التيار قوي جداً في هذا المكان وهو السبب، هكذا يقول بعضهم، كلام لا يقنع الرئيس رضا عميد الصيادين في المنطقة. تم عوامل طبيعية قد تؤثر على البواخر هذه اللي تفش تصدم، وثم العوامل الأخرى اللي أنا مقتنع بها. مسلسل مقبرة السفن ما لبث أن عاد للواجهة في 2019، إذا انحرفت باخرة توغولية قادمة من الجزائر نحو الشاطئ وعلقت هناك. هل أصبح شط رمال لعنة على البواخر كما يروي البعض؟ تفاجئهم على خاطر التقلبات المناخية، بطبيعة كي تبدأ عنده هو ريح قوية ياسر ما ينجمش يعرف شفما في القاع متاع البحر. أساطير قديمة واحد وكل سنة بلاصة ملعونة فهمني، وتنجم فهمني تاكل كيما تاكل الفلوكة كيما تاكل بابور معناها أما هذا ما نصوروش موجود معناها. منذ ثمانينات القرن الماضي لم يشهد شط رمال أي حادث لجنوح السفن إلا منذ 5 سنوات. يبدو أن للبحر أيضاً أسراره، لكن بعيداً عن الأسطورة لأصحاب السفن حساباتهم التي يبحثون لها عن المكان الأنسب لتصفيتها. أصحاب السفن البخرة متاعه ما عادش تسوى، كانت هو شراها 200 مليون دولار 200 مليون دولار، ومن بعد كي جاب باش يبيعها ما تعملش حتى مليون دولار. إيش يعمل هو باش يجي يغرقها في السواحل متاع الدول اللي ماهيش حامية سواحلها كما تونس قبل. توا خويا بحث تحقيق وكانك نويت محاسبة كانك نويت يدخل السجن. شط رمال بنزرت، رماله بيضاء ناصعة تطوق صخورا تحمي بحرا لطالما سحر زائريه. ليست مقبرة ولا غدارة، هي مركز بحري رئيسي على مر العصور. إيجابياته كثيرة، لكنه جعلها عرضة لعديد المطامع عبر التاريخ. بنزرت هي معناها عروس المتوسط في البحورات. عندنا من هنا يبدا مشطوط نتاعنا تبدا من غار الملح حتى توصل للمقاصب الكبسير تفوت المقاصب معناها شط المقاصب هذا يقرب الحدود الجزائريه. هذوما كلهم اماكن خلابه معناها ممتعه ياسر. الى صباح العربيه، احلام العبدلي، تونس.